ما هو حجم هذه الميليشيات الإيرانية على الأراضي السورية؟ هل هناك إحصائية بأعدادهم أو بحجمهم من حيث انتشارهم سيد مضر؟ نعم، حقيقة الميليشيات الإيرانية تقريبا من 150 إلى 175 ألف عسكري أو مرتزق هم يتواجدون على أرض السورية من خلال وجود حوالي 43 فصيل. أغلب عناصر هؤلاء هم من العراق ومن لبنان ومن سوريا ومن بعض الدول العربية الأخرى الذين تم تجنيدهم من قبل الحرس الثوري الإيراني ومن قبل المخابرات الإيرانية إطلاعات، كل ذلك من أجل وقف الثورة السورية، من أجل محاربة الشعب السوري، من أجل إبقاء نظام الأسد على سندة الحكم في سوريا، وبعد ذلك الانطلاق نحو الأردن من خلال إدخال الحبوب المخدرة، من إدخال الحشيش، من إدخال العصابات الإيرانية. لكن قبل نعم سيد مولر، تتحدث عن أعداد كبيرة جدا، أعداد بحجم جيوش لدول وطنية، تحدث عن 150-175 ألف مرتزق من ميليشيات إيران. هل المعارضة اليوم إذا أخذت قرارا بمواجهة مثل هذه الميليشيات قادرة على دحرها؟ نعم قادرة، حقيقة هي قادرة، لأن الميليشيات الإيرانية هي تتوزع على كافة الجغرافيا السورية، هي موجودة في درعا وكذلك موجودة في مدينة دمشق وعلى أطراف مدينة دمشق وعلى الحدود اللبنانية وفي القصير وفي الحولة وكذلك في حمص وفي منطقة الغاب بين حمص وحماة وكذلك في حلب وفي ريف حلب وفي جنوب إدلب، كذلك تتواجد في منبج وتتواجد في تل رفعت وعين عيسى وفي القامشلي وتتواجد في منطقة وادي الفرات من الحدود العراقية عند البوكمال إلى منطقة إلى الرقة إلى الطبقة، كل هذه المناطق. كذلك هناك وجود للميليشيات الإيرانية في منطقة الشامية أي القريبة من التنف وصولا إلى الطريق الدولي بين الرقة أو بين دير الزور مع تدمر إلى السخنة، كل هذه المناطق تتواجد فيها الميليشيات الإيرانية، من تدمر إلى دمشق على مسافة 200 كيلو متر تتواجد الميليشيات الإيرانية، ومن دير الزور الى تدمر مرورا بالسخنه على 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 مسافه 242 كيلومتر كذلك تتواجد الميليشيات الايرانيه، ولذلك هناك سهوله من حيث محاربه هذه الميليشيات في شمال سوريا، وهذا الامر يتطلب تكاتف ووحده الجيش الوطني مع الشعب السوري. الشعب السوري حقيقه هو موحد في المناطق المحرره، ولكن حقيقه العتب الكبير على كتائب الجيش الوطني التي تقاتل بعضها حاليا، وذهب ضحية ذلك العشرات من الشباب بين قتيل وبين جريح، وكل ذلك يفرح إيران ويفرح النظام السوري، وهذا الأمر لمصلحة الميليشيات البيدي قسد الإرهابية ولمصلحة أعداء الثورة السورية ومنها مرتزقة روسيا وباقي المرتزقة الذين تم جلبهم من أجل محاربة الشعب السوري والثورة السورية.